البحيرة استجاب لنا، كنا عملنا اللي هي القرى اللي ما عندهاش مية، أبسط الحقوق هو كوب ماء نظيف، يعني الناس تبقى عندها مية، ما تجيبش مية من الترعة تشربها وتعيش الحياة من خلالها، وانعكاساته بقى السلبية صحيا ونفسيا على واجتماعيا على حياة المواطنين. محافظ البحيرة استجاب، وهتشوفوا الاستجابة في هذا التقرير. أذاع العاشرة مساء منذ أيام تقريرا يبرز حرمان أهالي قرية كوم القدح من مياه الشرب ومعاناتهم في سبيل الحصول على المياه النظيفة. لسه في قرى بتعاني من مياه الشرب، ويضطر الناس زي ما هتشوفوا إنهم يملوا مية من الترعة. شوف بقى أنت النتيجة النهائية إيه؟ مشيت جراك نايت على دماغي مع إن أنا لسه صغيرة أهو. مفيش إلا كوم القدح على مستوى المنطقة، بنطلع نجيب مية على بعد 5 كيلو وستة كيلو تعبنا، بنشرب من تحت الأرض. احنا بقالنا 5 سنين على كده، لدرجة ان احنا دقينا مواسير معين تحت الأرض، درجة الملوحة بتاعت المية بتاعتها من 3000 ل 4000. وجاءت الاستجابة من محافظة البحيرة بقرار توصيل المياه إلى القرية في أسرع وقت ممكن. القرية ديت في نهايات الترع، واحنا عملنا محطات رف علشان توصل المية لأهالي القرية عشان نزيل أسباب الشكوى، وكلمنا برضو الجهات المعنية في وزارة الري إن هي تدفع كميات مية زيادة عشان خاطر دي نهاية الترع، إن المية توصل لهم ضعيفة علشان المأخذ تعرف تشتغل كويس، المأخذ اللي هو بياخد من الترع ويشغل محطات المية. وطبعا احنا قناة دريم أو أي قناة فضائية بتكون بتعرض أي شكوى، بنكون على طول احنا عندنا سرعة تنفيذ لهذه الشكاوى. لكم يعني بنناقش المشاكل من أجل أن نجد حلولا لها، ولما يبقى في استجابة سريعة بهذا الشكل هو ده اللي بيهمنا في هذه القضايا، أنه يبقى في استجابة وتتحل المشكلة. المية يعني أبسط حقوق الإنسان، يعني لأن انعكاساتها الصحية مدمرة، وبنشوف ليه طوابير الكلى والكبد والأمراض المنتشرة في أجساد البشر بتزيد أمام المستشفيات بسبب كده.